يلا ناخذ موضوع مفيد وحلو. بما ان انا وايد ناس يقولوا لي ابو ضاري انت كله تسولف عن النساء نساء نساء، لان اكثر متابعيني الاحصائيه عندي بسناب وانستغرام 86% نساء والباقي رجال طبعا، والنعم بالكل، كلكم خواتي والشباب بحسبه اخواني، ولكن انا قاعد اتكلم على الفئه الاكثر، عرفت شلون؟ زين خلينا ناخذ موضوع عن الاستروجين. يا جماعه الاستروجين اذا ارتفع عندك زياده يسبب لك اعراض وامراض، ولكن يمكن الحين واحده تقول لحظه الاستروجين هذا هرمون انثوي حقنا، بالعكس خليه يرتفع، خليه يطق السقاف يعطينا انوثه ويعطينا ملامح انوثيه اكثر، ولكن الموضوع مختلف. اوكي لو شفت الاختلاف هذا الصغير، هذا اللي بنعرفه بهذه الحلقه. يلا معي، يلا ركزي معي هني. الاستروجين، الاستروجين لما نين بطله في ثلاث انواع، في كم؟ 1 2 3 ثلاثه. واحد فيهم المفيد، هذا اللي احنا نبيه، هذا البنت اللي تبيه، يصعد يعطي انوثه وحركات ويغلي الصوت حلو والشعر والحركات هذه كلها، هذا اللي تبونه. شنو هذا النوع؟ 2 هيدروكسي. زين شنو النوع اللي احنا ما نبيه يصعد؟ اذا صعد يجيب لنا التكيسات، اذا صعد يسوي لنا فراغات بالشعر، اذا صعد يصير يسبب لنا تليفات ويسبب لنا تكيسات. هذا النوع الخايس هذا احنا ما نبيه يصعد. شنو اسمه هذا؟ 16 هيدروكسي. ما ابي اقول لكم وايد المسميات، المسميات، ولكن اقول لكم في ثلاثه، في واحد زين واحد مو زين. اللي نبي نرفعه الزين، ولكن اللي مو زين هو شلون قاعد يرتفع، هذا اللي لازم تعرفين. هذا ما نبي هذا. يلا ركزي معي، الثلاثه من الاستروجين هم بالتساوي، هذا صاعد هذا نازل شويه هذا انزل شويه، هم متساويين، ولكن اذا اخترب الميزان مالهم ما في تساوي، منو يصعد؟ النوع الضار 16 وهو يخسبك الدنيا. احنا شنو بنسوي؟ نبي ننزل بو 16 نرفع بو 2، ولكن هو شلون هذا بو 16 يصعد؟ شلون؟ انا اقول لكم الامر الطبيعي، الطبيعي المرأة اللي تصعد من عمر 50 وهي طالع فوق اوريدي يصعد بو نوع 16، يصعد هذا طبيعي. طبعا اخر حلقه راح اقول لكم شو الاشياء اللي تنزل بو 16. انزين ولكن لحظه، في ناس ما وصلوا سن الخمسين أو 51 52 لهم طولة العمر صغار، ليش قاعد يصعد بو 16؟ إيش حقه؟ هذا اللي نبي نعرفه. أوكي يلا الحين نبي نعرف شو اللي صعد الاستروجين هذا بو 16 الضار، شو اللي صعده؟ أنا بعمر صغير ما بيصير لي تكيسات وتليفات وديش بأعراض وأمراض، أبي بو 16 هذا بنزله، بس بعرف أنا شو اللي صعده. تبي تعرفين؟ تبي تعرف؟ انا اقول لك سكريات. شنو قلت بضاري؟ بس سكر. زين انا ما اكل سكر وايد بس صاعد الكربوهيدرات. شنو كربوهيدرات بضاري؟ عاد لا 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 انا لا اكل سكر ولا كربوهيدرات. شلون من وين صاعد؟ الكورتيزول بضاري. اذيتنا. شنو يعني كورتيزول؟ انا اقول لك انا اعصب، اكل بنفسي، ابي اتهاوش، عندي مشاكل مع رفيجاتي، عندي مشاكل مع ربعي. بو 16 يصعد. شنو يصير؟ ان انت هني تخرب التوازن بينهم. كان الزينه بو 2 صاعد، بو 16 تحت. الحين في تفاصيل لازم نعرفها، شلون الكورتيزول اذا ارتفع يرفع معاه الاستروجين. كورتيزول القدره الكظريه عندنا احنا من عصب يرتفع الكورتيزول. اوكي شوف قاعد تهاوش، انا ايدي قاعد ترجف. تعال تعال اكلمك، تعال. شنو؟ انا خسي. شنو تعال 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 تعال، واذا هذاك هذا ينحاش. تعال اقول لك تعال. شنو يصير هني؟ ركزوا معي، الكورتيزول ارتفع، ارتفع الاستروجين، الاستروجين ارتفع مع شنو؟ مع الثلاثه كلهم ارتفعوا، كلهم ارتفعوا، الزين اللي مو زين بو 16 بو 2. حلو حلو. اذا ارتفع الاستروجين اي واحد جديد يرتفع، شنو؟ الاندروجين، وارتفاع الاندروجين خطر، خطر على النساء، واللي بالتكيسات ويسوي قرعوطه هني قرعه، واللي يطلع الشعر بالجسم، واللي يخلي صوتك كذي صوتك صوت عيال، عرفت شلون؟ ويسوي تساقط وايد اشياء وتليفات وتكيسات. حلو؟ ارتفع الاندروجين. الاندروجين بعد ما يرتفع بو 2 يطيح ويظل. اخواني اخواتي في اشياء ثانيه بحياتنا بالاطعمه تخلي الاستروجين يصعد عالي، مثل شنو؟ لما ناخذ شغله ومكتوب عليها تحتوي على مواد حافظة،
الله، هذه تخلي الاستراجين بو 16 يروح يطق السقف. وايضا شنو عندنا؟ منتجات الصويا. اول ما تسمع منتجات الصويا سوي كذي، اهرب 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 اهرب، سوي كذي. شو تسوي منتجات الصويا؟ شوفوا الصويا هي بطبيعتها اللي مو معدله وراثيا، طبعا الحين كل شيء معدل وراثيا، هي ترفع الاستروجين. فما بالك الحين معدله وراثيا وشنو عليه؟ مواد حافظه. الله اكبر، ايش كثر ترفع الاستروجين بشكل مو طبيعي. وترفع ايضا عندنا الانسولين. في بعض الديانات اللي يلبسون كله برتقالي يستخدمون وايد منتجات صويا، ليش؟ عشان توخر عنهم الشهوات والرغبات، عشان كذي يتعبد وايد وتروح عنه الرغبه والقدره وما يفكر فيها. عرفنا ليش بعض الريايل يحوش هالاحساس؟ منتج. اخواني اخواتي، تدرون شو اللي معور قلبي لما اطلع اروح مجمع اشوف بنات قاعدين، خواتي هذول كلهم اشوفهم، ادري كل وحده استروجين بو 16 طاق السقف عندها، يعني وانا امر شي واقف اطالع رؤوسهم كذي لمحه كذي، كلهم قرعوطه. شنو يعني كلهم؟ كلهم ماكو شيء، صلعوطه قرعوطه. ادري انه بو 16، واللي حرني والله بنات بو 16 سنه بو 10 سنوات، هذه فيها تكيس حرام. شو اللي مصعد؟ منتجات الصويا فوق، السكريات فوق، وايضا قلت لكم القلق والتوتر. يا جماعه كافي قرعوطه، يعني وايد اكثر البنات حرام قاعد تقطين فلوسك كلها على الصالونات وتركبين لك اكستنشن. احنا ندري ان اكستنشن، وكل البنات كل واحده تدري ان هذا اكستنشن، هذا مو شعرك، يعني انت تدرين واحنا ندري انه مو شعرك. نكذب على منو؟ على منو نكذب؟ كلنا نعرف، يعني واحد مثلا انجليزي ما يعرف ممكن، بس احنا نعرف هذا مو شعرك، شعر واحده. اخواني اخواتي، بقول لكم موقف صار معاي والله سوالي فوبيا. شوفوا ليومكم انا خاف منه، ويتني فتره احلم فيه كرتزول يرتفع. الحين انا هاجيكم كرتزول يرتفع. سنه من السنين قاعد بستاربكس، قاعد حاط لابتوبي وقاعد اسوي جداول حق الناس واموري، وقاعد اسوي ارتب فيديو، هذا كل شيء مشغول. الحين انا قاعد هني، فاللي يدش اشوفه دشت وحده لابسه سبورت ولابسه كاب وقاعده تتمشى، راحت طلبت وهذا. بعدين قعدت بالطاوله اللي جبالي، صخت نظارة وقعدت انا طالع شيء عادي اشتغل. بعدين حسيتها وايد قاعد طالع، فقلت انا يمكن انت بتستشيرني بشغله او شيء، فانا اذا كنت ماني فاضي خلاص اظل بشغلي، ولكن اعطيتها اشاره يعني اذا عندك شيء تفضلي. فابتسمت شي بويها، كانت تيلي كانت تقول لي بضاري عندي استفسار اذا تسمح. قلت لها حياك قولي لي امري. كانت تقول انا عندي مشكله بتساقط، نفس ما ذكرت لكم قالت لي عندي انا تساقط بالشعر. فشفتها واقفه وايد قلت لها تفضلي قعدي. قعدت كان تقول لي بضاري انا عندي تساقط بالشعر يعني زياده على اللزوم، انا مو محجبه بس كذي لابسه الكاب. قلت لها اوكي. كان تقول عادي اوريك شيء؟ قلت لها اي عادي. يا جماعه افصخت الكاب، اقول لك شركت من الحين، انا افصخت الكاب، قمه الراس كلها تبين والشعر خفيف صاير خيوط، قمه راس. شفتوا يا جماعه اللي بالافلام هذول اللي يلحقك طالع من المقبره ما عنده شعر؟ يمه كذي والله عبالي يمكن كاميرا خفيه صج. كان تطالعني، كان اقول لها خلاص لبسي الحين اشرح لك. كان تقول لي والله، كان تقول لي شوف، تمسك خصله كان تلها تقول لي شوف طلع. يمه قلت لها خلاص لا تنتفي. يا جماعه قعدت اشرح لها، قاعد اقول لها شلون ليش صار في كذي وكذا وكذا، ونص كلامي مو مفهوم، قاعد اتأتأ انا اللي متعودين عليه بسناب. انا اقول لك والله العظيم هذا شفت هذا؟ لا ماكو. قاعد اتأتأ عيش ابي شعر على عيش، مخلوق فضائي قاعد يتكلم عيش على عيش. تقول لي عفوا شنو تقول؟ اقول ايش انا ما ادري اي لغه قاعد اتكلم، فضائي كان فضائي جاي يتعرف على البشريه. قلت له وعد مني لسوي لك حلقه كامله، فيديو كامل، وسويته لها وموجود بالانستغرام عشان تحل مشكلتك. ولكن هذا شوي فيديو قديم، فجايب لكم اشياء وايد جديده وشغلات يعني تساعد بالعلاج. يا جماعه هذا الموقف ما انساه، ورب لك الحمد البنت طلع شعرها عاد، ما ادري بس الحين لابسه كاب ما ادري، فاتضح ان هي وايد تحب السكر، وايد تحب تخربط. الامر هذا ما اقدر اسوي شيء عاد فيه. انا اقول لك الاشياء تساعدك، ولكن انت نص تكفون. سمعوا هالسالفه هذه، تكفون يا جماعه هالسالفه هذه كل ما اذكرها اضحك. اضحك، وانتم بعد راح تضحكون اذا ذكرتوها. سنه من السنين يا لي واحد
بضاري انا بشوفك مو قادر وزين ني شفتك سولفنا وشي بعدين اتضح ان كل مشاكله من السكريات كل مشاكله والاستروجين مرتفع عنده وايد اشياء قلت له ترى مشكلتك شيء واحد ترى السكر تقول انا ما اقدر اوخر عن السكر ما ادري شنو قلت له ما اقدر اسوي لك شيء هذا الجدول يبقى متى ما نويت انك توخر عن السكر بلش فيه جاي طالعني كذي جاي يقول بضاري بقول لك شيء علي بطقني كف قلت له امر جاي يقول لي بالماي اللي يقص الميت والحي زين يابلي موته يابلي مثل يخرع جاي يقول لي السكر ما يدش عندي وقالها كذي قلت له يعني خلاص جاي يسوي لي قلت له اي لان السكريات شي قلت لك ما يدش عندي وسوي لي كذي من يسوي لي كذي وكل ما يسوي لي كذي انا اطمئن ان الريال خلاص يعني انا وايد مستانس اني راح اشوف تشافي ويقول لي جزاك الله خير بضاري وما شنو وقاعد نسولف عن مواضيع نفس ما ذكرت السكريات يعني فهمت هذه مالته يعني سكر ما في قلت له حلو خلاص مع السلامه مع السلامه باكر 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 رحت له في نيوز وانا قاعد اتمشى مريت عند محل مال شوكليت زين كافيه المهم طالعت كذي ولا منو الظالم منو صاحبنا الظالم حاط كيكتين كيكتي الجدول مالي وين الجدول شوف شاي لبتون او سوا طياره جدولي تعبي وين راح حاط كيكتين الظالم قاعد اكل انا طالع شي بس ناقص ابكي واطيح بالارض المهم انا قاعد اخزه وقاعد اشوفه قاعد شلون قاعد يفترس الكيك هني كيك شفت لما طالع برنامج عالم الحيوان شلون الاسد يركض ويطبع الجاموسه يفترسها كذي بالضبط 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 كذي المهم هو مندمج انا صرت نفس اليهال كل شوي امر ابي طالعني ابي شي يتفشل مو فاضي الريال قاعد يفترس يمين يسار يمين يسار المهم كل شوي امر كل شوي امر كل شوي امر كل شوي المهم مره من المرات مريت كان يرفع راسه كان يشوفني شنو تذكرت انا تذكرت لميالي سوالي كذي شنو سويت له شنو سويت له سويت له وانا ماشي سويت له كذي انا ما ابي شيء من الدنيا بس لك سؤال واحد ليش ليش المشكله انا ادري جدولي وين اللي اعطيته اياه جدولي بديوانيتهم قاعد يسجلون عليه قيد مال لعب جنجفه الهند جدولي هذا جدولي ليش تسوون شيء والله هذا يخرني بعض الاشخاص اي مشتاط وبالقصب حصل موعد واخر شيء كذي تسوي ليش يا اخي احترم حالك شويه حرام يعني امراض واعراض راح ليه متى تدرون متى الشخص يلتزم بالجدول 100% والله العظيم تدرون متى لما يطيح على الفراش لما يزورونه اهله يبوا له ورود ربعه بعدين يخف العدد يحس ان الحياه انتهت تبى توصل هالمواصيل كيفك انت قرر هذه حياتك وانت المسؤول عنها يلا نبلش بعض الاشياء اللي تنزل الاستروجين يلا الحين خلينا نتكلم عن الاشياء اللي تنزل الاستروجين السيء ابو 16 تنزله وتكسره هذا ضروري جدا خصوصا الناس اللي بعمر الخمسين وفوق هذا ضروري ياخذونه ولكن اذا انت صغيره او انت صغير تبي تاخذهم اخذهم عادي كيفك ولكن ابو 50 لا ضروري رقم واحد دي اي ام دي اي ام شنو هذه ماده كيميائيه يا جماعه موجوده وين موجوده بالبروكلي موجوده بالفجل موجوده بالزهره موجوده بالملفوف موجوده باعشاب البحر يا جماعه وفي بعض الاعشاب طبعا هذه الدي اي ام شنو تسوي تنزل بو 16 تقول يلا انزل احترم نفسك يلا انزل ضروري جدا دي اي ام يا تاخذه على شكل مكمل او تاكل خضروات اللي انا قلت لك اياها بكل وجبه من وجباتك واضح وترى الاشياء ترى بسيطه كاهي موجوده بسوق الخضرة او في البيت ما تبيهم في ناس ما تحب الخضروات كلش من الاشياء اللي انا ذكرتها تاخذ الدي اي ام وفي شيء بعد ضروري لازم ندخله بالجدول مالنا شنو يا جماعه الزنك لحظه التفصيل هذا ضروري اخوي الغالي ضروري اختي الغالية تسمعينه راح يفيدك وايد حتى اللي يقرون تحاليل راح يعرفون انا شنو قاعد اقول عندنا ناقل بروتيني اسمه اس اتش بي جي حلو هذا حق السكس هرمون هذا شنو يمسك الناقل يمسك حفظه الدي اتش تي الصيغه الكبيره مال التسترون ويمسك التسترون ويمسك الاستروجين يمسكهم زين ليش يمسكهم عشان اذا زاد الاستروجين بالجسم هذا يمسكهم ما يخليهم فعالين
حلو، واضح ولا مو واضح؟ واضح. ناقل الهرمون اسمه SHBG، ولكن زيادة الهرمونات البروتين هذا ما يقدر يمسكهم. إنزين، عشان نقوي هذا البروتين شنو يحتاج؟ الزنك. يا جماعة المعلومة هذه ما راح تسمعونها، خلينا نكون دقيقين شوية ونحفظ المعلومات أكثر. من اللي يحفظ البروتين ويعززه سواء بالامتصاص أو بالانتقال شنو هو؟ وأيضا ضروري جدا ناخذ الأوميجا 3. ليش ناخذ الأوميجا 3؟ لأن الأوميجا 3 يطيح الأوميجا 6. الأوميجا 6 إذا ارتفع بجسمنا راح يسوي التهابات، وإذا صار التهابات الكورتيزول راح يرتفع، وإذا ارتفع الكورتيزول راح يرتفع الاستروجين 16 والاثنين اثنيناتهم، ولكن 16 اللي ما عرفتوا ليش أوميجا 3. ناخذ أوميجا 3 حبة مع كل وجبة، أو إذا حسيتي إن الوجبة هذه فل أوميجا 6 ودهون مهدرجة على طول ندخل أوميجا 3. وناخذ ايضا شاي القراص. ليش ناخذ شاي القراص؟ ركز معي. الاستروجين الفايض وين يروح؟ يتبخر؟ لا. في احد ياخذه؟ لا. يقوم يترسب على الكبد، فلازم احنا نشيل الاستروجين الزايد على الكبد، عشان الكبد عنده وايد وظائف يسوي. هذا مضايق شيء قاعد عليه. شو نستخدم؟ نستخدم شاي القراص يا جماعه. شاي القراص يشيل لنا الاستروجين الزايد هني، يتنفس الكبد ويقوم يسوي كل بروتيناته ووظائفه ويطلع السموم كلها. لحظة، في شيء مهم لازم أقوله، تحملوني، أدري فيديوهاتي وايد طويلة وأنا وايد قرقة، ولكن قاعد أقول لكم معلومات حقكم والله. شوفي، شفت الجدول اللي أنا تكلمت عنه، الأشياء المفيدة حقنا اللي إحنا لازم ناخذها عشان الله يبعد عنا الأمراض والأعراض، اخذيها عادي كوقاية، اخذيها. أو حسيتي تبدشين بالخمسينات اخذيها، ولكن راح نضيف شيء إذا فيك هذه الأشياء. شنو مثلا؟ إذا فيش تكيسات لا دخليها مع جدولنا، إذا فيش تليفات أورام دخليه ضروري يا جماعة. شنو ندخل؟ الكبريت. في وايد أطعمة تحتوي على الكبريت، دش جوجل ما هي الأطعمة التي تحتوي على الكبريت، راح يطلعوا لك وايد. أو إنك تأخذه على شكل مكمل اسمه MSM. هذا الكبريت يا جماعة إي بودر، ما له طعم. عرفنا يا جماعة زي شمعنا الكبريت؟ لأنه يعطي أكسجين حق كل خلية يا جماعة وينظف لنا الكبد. عرفنا؟ زين، ما فيني شيء، يصير استخدمه؟ يصير عادي. انا خلصت موضوعي. قر ما في. مشكورين وايد اخواني اخواتي على متابعتكم هذه الحلقه الحلوه، وما تشوفون شر ان شاء الله. واي شيء تحتاجونه او اي شيء مو مفهوم بالحلقه هذه انا حاضر، من هالعين لهالعين. شوف انا ما اشرت على حديث، كل شيء واضح. اتفقنا؟ خلكم مع بعضاري، مع السلامه.